السلام عليكم، في موضوع مهم جدا وأتمنى تسمعوني للنهاية. بحط لكم سؤال دائما يتكرر، السؤال شنو أفضل طريقة تتعامل فيها مع شخص من ذوي الإعاقة شكله غريب أو مشوه أو ملفت للنظر، ويمكن يكون سبب هالإعاقة عيب خلقي من الولادة أو تشوه من حادث أو من هالحروب أو ظروف ثانية. أهم شيء في الموضوع لو شنو كانت إعاقتنا لازم نحمد الله عليها ونتقبلها ونتعايش معها. والشيء الثاني محتاج دعم نفسي ومحتاج أسرة متعاونة ومحتاج مجتمع متفهم. الناس يعتقدون ان احنا نحتاج تعاطف وهالشي يضايقنا. التعاطف شعور جميل، لكن الاجمل منه شعور التعايش. انكم تتعايشون معانا من غير نظرة استغراب او ذهول لما تشوفون واحد مشوه او ما عنده اطراف، لان احنا مثلكم ونحب نكون جزء منكم في هالمجتمع. الحمد لله احنا سعداء بكل اقدار الله، وتكتمل سعادتنا لما تكون في ثقافة للتعامل معنا بشكل صحيح. وأهم شيء دور الأسرة، لازم تعزز الثقة في نفس بنتها أو ولدها ذو الإعاقة. ومو بعيب لما نستعين بعد الله عز وجل بأخصائيين نفسيين، ومو بعيب لما نشوف تجارب الآخرين ونستفيد منها. بجاوب على السؤال السابق، شنو المطلوب منكم لما تشوفوا شخص من ذوي الإعاقة؟ لا توقف فجأة وتطالع باستغراب، وتم الطالع وما ألومك لو طلعت شخص مختلف وأكيد يعني بيلفت النظر، لكن ألومك إذا تميت الطالعة وتأشر على اللي حذاك علشان يطالعه. وحتى لو طلعته وشفته انتبه لك ابتسم له. أهم من ذي كله سلم، قول السلام عليكم، لأن السلام يكسر أعظم الحواجز. وما فيها مشكلة أنك تعرض عليه أنك تساعده لو شفته محتاج المساعدة، بس استأذنه قبل، خله يسمح لك، لكن لا تصر انك تساعده وتعيد عليه اكثر من مره، لان هني تحسسه انه عاجز. وانا تعرض لهالشيء بكثره، يعني ساعات دزوني بالويلتشير وانا ارفض، بس هم مصرين انهم يدزوني بالويلتشير، وهالشيء يعني يضايقني تعرفون، لان كبرت ويعني اقدر اعتمد على نفسي، وحتى لو ارفض بعد يدزون. وغير انا احب امشي على يدي وما اوعى الا شايليني ونقليني من مكان لمكان كني قوطي كلينكس. المشكله ما اقدر اكلمهم لانهم اكبر مني وما اقدر اعصب احتراما لهم. بقول لكم مشكله تواجه الامهات والاباء، احيانا اطفالهم يسببون لهم احراج، وفجاه الطفل يوقف عن شخص من ذوي الاعاقه ويطالع باستغراب، يما ايش في ذي وليش وشلون، ليش ما عنده يد، ليش ما عنده راس، ليش ما عنده ريول. وانا اتعرض لهالشيء وايد وما كان يضايقني، بالعكس يعني افرح لانه يعني اتقرب للطفل واشرح له والعب معه. بس في غيري ممكن يضايق من هالشيء وما يتحمله. بس تدرون شنو الحل؟ الحل لازم نثقف اطفالنا من المدارس. مهمة ومسؤولية المعلمين يستعرضون لهم فقرات عن اشخاص ذوي الاعاقة، ويقولوا لهم في ناس نتيجة الحروب او الحوادث او ظروف او من الولادة مختلفين عنه وعندهم إعاقة، ونعرفهم بأنواع الإعاقات بشكل بسيط، ونقول لهم ذول البشر مثلنا عندهم قدرات مهارات ويحققون إنجازات وانتصارات، علشان يشوفونا بفخر واعتزاز مو بشفقة أو استغراب أو تعاطف. بقول لكم قصة صارت يوم كنت صغير، أول ما ابتدأوا الدمج في المدارس. قبل ذيك الفترة كنت مشهور، قبل تطلع السوشيال ميديا يعني كنت مشهور يعني بالكتيبات والملصقات اللي كانت توزعها أمي علشان تشرح حالتي وقصتي، وكانوا وايد يوجهون له دعوات أن تروح المدارس وتعرفهم يعني عني، لأن عندهم يوم الدمج واحتفالات وغيره بيوم الدمج. أمي قالت لي سالفة، كان عمري 2 أو 3 وهما مستانسين يعني يوم الدمج ومسوين حفل وهدايا. إدارة المدرسة اسألوا أمي يعني عقب الحفل أنا ايش رايك في الحفل وعن الدمج وأن عندنا 4 طالبات. قالت لهم أمي أي دمج؟ ما شفت دمج، أكبر غلط أنتوا سويتوه. قالت لهم الحفل كله غلط، جايبين 4 طالبات حاطينهم على ويلتشير، فاصلينهم حاطينهم في الزاوية، لازم يكونون مع الطالبات في المدرجات، لازم هم يسوون الحفل، هم اللي يشاركون، هم اللي يقدمون الفقرات.
مو بحاطينهم عازينهم بروحهم وتصفقون لهم وتقدمون لهم هدايا. اعذروني انا قلت لكم الصراحة، واتمنى تصلحون هالشي في الحفل الثاني. وبعد نفس الكلام للاباء والامهات، ثقفوا اولادكم في البيت. المسؤولية مو بس على الاسرة والمدرسة، المسؤولية على المجتمع بمؤسساته وافراده. بكتفي الحين باللي قلته، وللموضوع بقية بكمله بكرة إن شاء الله. السلام عليكم. تكمل الموضوع السابق عن كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، واللي ما شافه يشوفه في البوست السابق اللي قبل دي. ركزوا معي، موضوع اليوم ما راح أتكلم فيه عن نفسي، لأني قدرت والحمد لله أتغلب على معظم الصعوبات اللي بذكرها الحين. لكن كثير من أخواني الأشخاص ذوي الإعاقة لحد الآن يتعرضون لها ويعانون منها، وأنا إن شاء الله بكون صوتهم. احنا دائما نحط المسؤولية على الأسرة والمدرسة والحكومة وننسى الباقي. المجتمع كله مسؤول بأفراده ومؤسساته وشركاته، سواء كانت حكومية أو خاصة. والمؤسسات الإعلامية من صحافة وتلفزيون وإذاعة لي عتب كبير عليهم، على بعضهم ما رح أشمل. ليش بعضهم دائما يطلعون الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام إنهم محتاجين ويكسرون الخاطر؟ حتى الموسيقى اللي يحطونها في البرامج، خاصة لما يعرضون حالة أو شخصية من الأشخاص ذوي الإعاقة، موسيقى حزينية ليش؟ والمذيع متأثر وشوي بيصيح ليش؟ وحتى لو سوينا شيء أو وصلنا لشيء بجهدنا وتعبنا، وثاني يوم في الإعلام بالخط العريض فلان حقق حلم فلان ليش؟ ممكن تكتبون في الإعلام إن شخص ساعد فلان أو وجه فلان، لكن خلوا تحقيق الأمنية أو الحلم أو الطموح مسؤولية الشخص نفسه. ليش ما يكون في برامج يقدمها أشخاص من ذوي الإعاقة؟ وصدقوني يقدرون يقدمون الكثير، وتكون هالبرامج نافذة للتحفيز. احنا نقدر، بس للأسف ما يثقون فينا. في السنوات القليلة الماضية كان البرامج التواصل الاجتماعي الدور الأكبر في إيصال صوت الأشخاص ذوي الإعاقة، أكبر من دور الصحافة والتلفزيون والإذاعة. وبعد ما يشتهر الشخص هني يطلعونه هني، ليش وينكم قبل؟ الشركات والمؤسسات الخاصة وينكم؟ وين دوركم؟ ليش ما تكون عندكم ثقافة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجال، في كل المشاريع اللي تنفذونها؟ والكلام في هالشي يطول، بخصص له فقرة ثانية إن شاء الله. ليه عتب كبير على الشركات الكبيرة اللي تتجاهل وجود الأشخاص ذوي الإعاقة؟ ليش ما تخلونهم يعلنون عن منتجاتكم؟ مو بشرط يكون مشهور، لأن ثقافة الدمج إذا نبي نطبقها نختار شخصيات عادية، مو بشرط تكون مشهورة. تدرون ليش قلت مو بشرط يكون مشهور؟ لأن أنا مشهور، شركات عالمية ومحلية ياتني للإعلان لهم. عشرات الإيميلات توصلني يوميا من الشركات للإعلان لهم. ليش؟ لأن عندي متابعين ومشهور. لكن لو كنت مغمور ما حد التفت علي. وينكم عن الباقين، عن إخوان الأشخاص ذوي الإعاقة؟ ليش إعلاناتكم تختارون الشخص لازم يكون معضل وحاف لحيته بخيط، أو واحدة برطمها على الطول، أو مرسومين رسم؟ ليش؟ في الطويل، في القصير، في المتين، في الضعيف، في شخص من ذوي الإعاقة، في الشخص اللي غير من ذوي الإعاقة، كلهم بشر، كلهم بيشترون منتجاتكم. الدعاية هاي في كل مكان ما تخلص، في كل مكان نشوفها، صارت مثل الهواء اللي تنفسها، في يدك، في تلفونك، لما تدخل بيتك، في كل مكان الحين. صح أنا معاكم إن الشركات لازم تختار شخص مشهور يعلن عن المنتج، لأن عنده متابعين ومشهور في النهاية. لكن ممكن في هالدعاية استعينوا مع هالمشهور أشخاص من ذوي الإعاقة يمثلون معاه أو يقدمون المنتج. صدقوني هالشي بيكون له دور كبير في نشر ثقافة تقبل أشخاص ذوي الإعاقة. وسلامتكم.